بعد موجة التفاعل والحزن الكبيرة التي سيطرت على شبكة تويتر في السعودية منذ يومين، السلطات السعودية الرسمية تتدخل وتقرر نقل عائلة محمد الشمري وعائلة يوسف العنزي الطرف الثاني في الحادث إلى مدينة الملك فهد الطبية في الرياض. بعد مرور يومين على وقوع حادث السير في رفحاء شمال السعودية بين سيارة مشهور شبكات التواصل محمد الشمري وبين يوسف العنزي، ما زال السعوديون يتداولون أخبار عائلات طرفي الحادث. بحسب معلومات قناة العربية السعودية، تم صباح اليوم نقل أبناء الراحل محمد الشمري وزوجته إلى مدينة الملك فهد الطبية في الحرس الوطني في الرياض على متن طائرة تم إرسالها إلى المستشفى لهذا الغرض. وقد انتشرت مقاطع فيديو تظهر أولاد الشمري في المستشفى يطمئنون الناس عن حالهم. يرحم أبو فهد ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر، وأبشركم عياله اكتب لهم خروج اليوم الساعة 11، وأسرته الباقي جاهم مخلاف طبي وإن شاء الله ما عندهم مخلاف، وأسرة يوسف العنزي جاهم مخلاف طبي والله يشفيهم. أما فيما يتعلق بالطرف الثاني في الحادث فقد تأخر صدور قرار نقلهم هم أيضاً إلى مدينة الملك فهد الطبية، لكنه صدر منذ وقت قصير. وقد انتشر مقطع يظهر عناصر من الحرس الوطني تم تكليفهم من قبل السلطات لإبلاغ العنزي بقرار النقل. اليوم يعني فاجأنا أنك موجود هنا، ولو كنا ندري كنا جيناك أصلاً. الحمد لله على سلامك، ما تسوء شر إن شاء الله. هذا شملك أبداً أبداً، وقدامك العافية إن شاء الله. هو هذا واجبنا، جماله واجبنا، الله يبيض وجهكم، واجبنا والتوجيهات والتدليل اي صعاب تواجه، وان شاء الله ان الاخوان هنا ما هم مقصرين مادين اللي عليهم ان شاء الله، لكن اي شيء تحتاجه توجيهات مباشره من سمو وزير الحرس الوطني وسمو رئيس الجهاز العسكري، تدليل اي عقبات قد تواجه. وحنا سرعان ما انتشر الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبر السعوديون عن فرحتهم باهتمام الجهات الرسمية في المملكة بمتابعة حال المصابين والاهتمام بهم، على أن أكثر ما أحزن مستخدمي شبكات التواصل السعوديين ودفعهم إلى متابعة أخبار الواقعة هو أن الشمري كان قد شارك مقطع فيديو قبل انطلاقه وعائلته باتجاه الرياض، وقد طلب فيه من متابعيه أن يدعو له للوصول بالسلامة، فانتهى الأمر بطريقة لم يتوقعها أحد.